ما فيش شك ان القضاء العسكري سريع في 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 اصدار الاحكام، لا تتاخر امامه القضايا كثيره. ليس الهدف يعني القضاء العسكري مش مقصلة بتتحط على رقبة اللي بيحال إليه، بل القضاء العسكري في ظل أوقات كثيرة كان بيصدر أحكام براءات بالنسبة للأشخاص اتهموا خطأ، لكن القضاء العسكري بيكون فيه سرعة في الإجراءات مختلفة عن القضاء المدني. أيضا المساندة، مساندة الجيش لقوات الشرطة ده أمر مطلوب، لأن الأمر زاد، الشرطة تعرضت لأشياء كثيرة. ويعني في عهد منصور العسوي وزير الداخلية اللي بعد ثورة تم تغيير يعني معظم قيادات الأمن الوطني وضرب مؤسسات داخل الشرطة بهدف إخضاعها لجماعة الإخوان. الشرطة بتتعافى دلوقتي، وهي بتتعافى أيضا تتعرض لحروب جامدة، فبالتالي يجب أن تلقى مساندة وتأييد من الشعب، مساندة من الأحزاب السياسية، من باب أولى مساندة من القوات المسلحة.